ترحموا على جميع الناس، فليست مهمتنا أن نقرر من في الجنة ومن في النار. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان حلقة اليوم هام للغاية: من هم المشركون؟ والمفاجأة الكبرى في آخر هذه الحلقة، لكي تعلموا من قول الله تعالى بالذات الذي هو يقرر من المؤمن ومن الكافر: الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هو الذي يقول لكم. هذه الآيات سنناقشها بكل حكمة وبكل موضوعية. مقدمة سريعة: ترحموا على جميع الناس، فليست مهمتنا أن نقرر من في الجنة ومن في النار. من هم المشركون؟ الحكم على الأمور والقضايا والأحكام يكون من خلال كتاب الله حصرا. الحكم على الأمور، على القضايا، على الأحكام، على الأفكار، على التصرفات يكون من خلال كتاب الله حصرا. ورجاء ركزوا معي على هذه الآية في سورة المائدة، أو ثلاث آيات في سورة المائدة، كلها تبدأ بعبارة: ومن لم يحكم بما أنزل الله. طبعا يحكم على الأمور، على القضايا، على التشريعات، على الناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. المائدة 45: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المائدة 47. سياق الأمور: الله سبحانه وتعالى أنزل لكل دين من الأديان كتابا سماويا، وطالب أصحاب هذا الدين أن يحكموا على الأمور وعلى القضايا بما أنزل الله إليهم في كتابهم. وهذه الآيات واضحة وضوح الشمس. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون، إلى أن يقول: للذين هادوا. المائدة 44: فالذين هادوا أحكامهم موجودة في توراتهم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. المائدة 47. لاحظتوا أن كل هذه الآيات في سورة المائدة. فمن سياق هذه الأمور، طالما أهل التوراة مطالبين من الله تعالى أن يحكموا بما جاءهم بالتوراة، وأهل الإنجيل مطالبين بالحكم على الأمور من خلال الإنجيل، فسياق الأمور واضح. ومن خلال هذا السياق يجب أن يحكم أهل القرآن على القضايا بما أنزل الله فيه. لذلك سوف نحكم على القضايا وعلى الناس بما أنزل الله في كتابه الكريم. أهل الكتاب ليسوا مشركين بنصوص قرآنية واضحة. الشرك شيء وأهل الكتاب شيء آخر. أهل الكتاب ليسوا مشركين، وسنقول لهم هذا القول الإلهي: قل أنتم أعلم أم الله؟ البقرة 140: قل أنتم أعلم أم الله؟ تعالوا إلى علم الله. طبعا سورة آل عمران الآية 113-114
لا يذكرونها لكم نهائيا. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يحرفون الكلمة عن مواضعه. انظروا ماذا يقول الله تعالى في أهل الكتاب حصرا: ليسوا سواء. من أهل الكتاب، من مين؟ من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. من الذين يسارعون بالخيرات؟ هل تعلمون من الذين يسارعون بالخيرات؟ سنقول لكم الآن من الذي ما هو من هم الذين يسارعون بالخيرات. هم حصرا الرسل والأنبياء الكرام صلى الله عليهم جميعا. ارجعوا إلى سورة الأنبياء الآية 90، بعد أن عدد الله أسماء الرسل والأنبياء الكرام ماذا قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الأنبياء الآية 90. وقال عن أهل الكتاب بآل عمران 113 و114 أنهم يسارعون في الخيرات. متى سوف نفهم؟ وأولئك من الصالحين. هذه مرتبة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام من الصالحين، والله قال أهل الكتاب منهم من الصالحين. ارجعوا إلى سورة البقرة 130، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أهل الكتاب وأولئك من الصالحين. ومن أصدق من الله قيلا؟ أنتم أعلم أم الله؟ أيها الناس، هؤلاء هم أهل الكتاب. تتابع الآيات بعد آل عمران 113 و114 أن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، يسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين. تتابع الآية آل عمران 115 وما يفعلوا من خير. أهل الكتاب وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. الله لن يغطيه لهم، لن يستره عليهم هذا الفعل الخير. والله عليم بالمتقين. أهل الكتاب، من أهل الكتاب صالحين يسارعون في الخيرات متقين. أين الكارثة؟ في سورة المائدة 75، انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أين يقلبون الحقائق. والإفك هو قلب الحقائق بالكذب رأسا على عقب، ومنه حادثة الإفك على أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. والمؤتفكة أهوى، الله حينما قلب قرى قوم لوط رأسا على عقب. نكرر الآية، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. المائدة 75. الخلاصة أيها الناس، الخلاصة أيضا بسورة المائدة الآية 69، سورة المائدة الآية 69، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. الله قال عنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، عن السادة النصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. قال تعالى عنهم بسورة آل عمران وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن ينكره الله عليهم، لن يتغاضى عنه الله، لن يكفره، لن يغطيه. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، طبعا الصابئون السادة الصابئة المندائية أتباع يحيى عليه السلام،
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك الله يفصل في كل الآيات بين أهل الكتاب وبين المشركين. أليست هذه آيات الله؟ انظروا أيها الإخوة أيها العاقلون يا أولي الألباب، نوضح لكم الحقائق من كتاب الله ونحكم على الأمور من خلال كتاب الله. إن ثلاث مرات ورد كلمة الذين بسورة الحج الآية 17، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فهل هؤلاء مشركين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، سورة الحج الآية 17. لذلك أيها الناس، ماذا قال تعالى بسورة البقرة؟ كيف يفصل بسورة البقرة 105؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وليس كل أهل الكتاب، كفروا من أهل الكتاب، ما قال أشركوا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وضح أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب، حتى أنهم ليسوا من الذين كفروا من أهل الكتاب. لذلك الموضوع بكل بساطة، قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال 38. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن يغفر لمن كفر من أي صنف كان. إذن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب خط، ولا المشركين، هذا هنا خط قاطع فاصل، فالمشركين ليسوا من أهل الكتاب. قل للذين كفروا إن ينتهوا فقط يغفر لهم ما قد سلف، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به، سورة النساء 48. لذلك نكرر هذه الآية بسورة الأنعام 46، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يتركون آيات الله وأحكام الله. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أيضا بسورة الأنعام 157. أيها الناس أيها العاقلون يا أولي الألباب، هذه الصفحة على غاية من الأهمية. السيد المسيح بذاته عليه السلام، السيد المسيح بذاته سوف يطلب المغفرة لأتباعه من الله مباشرة في يوم الحساب. تعالوا ننظر إلى ما أنزل الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت قلت لهم اتخذوني إلهين من دون الله. هذا كلام الله للسيد المسيح، والسيد المسيح فاهم تماما ماذا يقصد الله. السيد المسيح قال سبحانك إلى أن يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. انظروا السيد المسيح لم يقل له اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هؤلاء مشركين، هؤلاء يستحقون النار، هؤلاء يستحقون المغفرة. كان عليه السلام يفهم على الله وهو في قمة المنطق، لأهب لك غلاما زكيا وليس متخلفا. السيد المسيح يقول بكل رقة لله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فتح عينك أيها الذي تضل الناس. المائدة 116-118، نعيد الآية على السريع. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ثم يتابع إن تعذبهم فإنهم عبادك، عبادك، عبادك.
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والهام الهام الهام جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي وهو رجل من السادة النصارى المسيحيين، رسول الله بأمر من الله مباشر. طبعا لله ولرسوله المثل الأعلى. على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سوشيال ميديا، يعني لم يعلم أن النجاشي انتقل إلى رحمة الله. الله سبحانه وتعالى بذاته أرسل جبريل خصيصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره الله أن يصلي صلاة الغائب على النجاشي الذي احتضنكم، احتضن المسلمين وهم في أسوأ حالاتهم وفي بداية الرسالة، احتضنكم رجل مسيحي. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة في بداية الدعوة إلى النجاشي وهو رجل مسيحي. إذن ما بقلك، الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. أوضحنا لكم أن المشركين شيء وأهل الكتاب شيء آخر، ولو كانوا أولي قربى، بسورة التوبة 113، يكذبون عليكم بهذه الآية ويضلونكم بها. صلى الله عليه وسلم، أيها الناس ونحن من أتباعه يجب أن نطبق هذه السنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمسلمين، رحمة للعالمين وليس نقمة للعالمين وليس لعنة للعالمين، كان رحمة للعالمين. كل الشكر لكم، وترحموا على جميع الناس، أحبوا الناس، استوعبوا الآخر، قولوا للناس حسنا، اطلبوا الرحمة لكل الناس، فنحن عباد أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على رسوله الكريم الذي كان رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلكم الله من عباده المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.